مها صبري مغنية وممثلة مصرية مولودة 22 مايو 1932، توفيت 16 ديسمبر 89. عام 59 كانت بدايتها الفنية واكتشافاتها المنتجة ماري كوين. ديت الفنانة الجميلة مها صبري. لعبت فيلم أمام رشدي أباظة وعبد السلام النابلسي الذي اختار لها اسمها الفني مع صبري بدلا من زكية فوزي محمود الذي هو اسمها الأصلي. تزوجت 4 مرات، المرة الأولى حين تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبرها في السن كثيرا وكان يحبها ولا يرفض لها أي مطلب، وقد أنجبت منه ابنها الأول مصطفى، ولكنها طلقت منه بعد 2 فقط من الزواج، ده مع ابنها الأول مصطفى. فنانة مها صبري جوزت 4 مرات، ثم تزوجت مرة تانية من تاجر ميسور الحال، أنجبت منه ابنتيها نجوى وفاتن، ثم الثالثة من شاب يدعى مصطفى العريف، عرف في الأوساط الفنية بصداقته للعندليب عبد الحليم حافظ. لم تكن تدري مها صبري وهي تسافر لبورسعيد للمشاركة في إحياء حفلة عيد النصر أن تتغير حياتها بهذا الشكل. كانت تحاول استغلال حضور المشير عامر وكبار رجال الدولة للحفل لحل مشكلة قريب لها يبحث عن واسطة للهروب من التجنيد. أنهى دورها في الحفل ونزل المشاركون لتحية كبار رجال الدولة من الحضور. كان اللواء علي شفيق وقتها مديرا لمكتب وزير المخابرات الحربية، وقف أمامه تحكي له عن مشكلة قريبها فمنحها رقم هاتفه. ده اللواء علي شفيق ومها صبري، وطلب منها أن تتصل به فور عودتها للقاهرة. عادت واتصلت به، كانت بداية لعلاقة حب بين الفنانة مها صبري وعلي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر، والتي لم تنتهي رغم ما مرت به من أزمات. اشترط اللواء علي شفيق على مها شرطا صعبا مقابل الزواج، وهو أن تنهي حياتها الفنية مراعاة لطبيعة وحساسية مركزه. وافقت مها على الشرط الصعب، ولكن في المقابل شرطا أصعب، وهو أن يكون زواجهما رسميا وليس عرفيا. وافق هو أيضا وتزوجها بالفعل رسميا بعد أن طلق زوجته الأولى. دي النجمة مها صبري. بعد هزيمة 5 يونيو 67 وانتحار عبد الحكيم عامر، تم تحديد إقامة كل من كان له علاقة بالمشير تمهيدا لمحاكمتهم، ومن بينهم اللواء علي شفيق. انقلبت الأمور بالنسبة لزوجها، قبض عليه وحددت إقامته، وانقلبت حياة مها صبري رأسا على عقب. منعت أغانيها من الإذاعة، تم تضييق الحصار عليهما، وعانى الزوجان من فترة قاسية جدا. تغير الحال بمها صبري وزوجها وضاقت بهم الحياة، حتى أنها حاولت العودة للغناء، وتوسطت أم كلثوم لها أمام الرئيس عبد الناصر للعودة للغناء في الإذاعة، لكن دون جدوى. يحكي أحمد فؤاد نجم في مذكراته أنه أثناء اعتقاله في مايو 69 كان معه في سجن القلعة ضباط من الجيش الذين تم محاكمتهم بعد نكسة 67، ومن بينهم اللواء علي شفيق. ده أحمد فؤاد نجم. ويروي أحمد فؤاد نجم مها صبري كانت تزور زوجها الثلاثاء من كل أسبوع وتشد من إزره وتقف لجانبه ولا ألف راجل. وذات يوم قابلته في دورة المياه وصبحت عليه، قال لي صباح النور، على فكرة مها معجبة بشغلك وبتسلم عليك. قلت له الله يسلمك ويسلمها، وياريت تسمح للظروف بمقابلتها في الزيارة. قال لي طب سيبني انا ارتب المساله دي. والحقيقه انه ما تاخرش، حيث جاءني المخبر يوم الثلاث وقال لي اتفضل البس عندك زياره. وفي مكتب الزياره قابلتني مع صبر بابتسامه ودوده، فتناولت يدها وقبلتها
وأنا أقول الله يكرم أصلك، أنت ست بمليون راجل. فقالت وهي تضحك، وأنت راجل بمليون ست. كانت قفشة حلوة. مع صبري، مع صبري وليلى فوزي، صباح ونجوى فؤاد ونادية لطفي وليلى طاهر، صورة نادرة جدا. بعد وفاة عبد الناصر تلقت مع صبري عرضا للغناء في أحد الملاهي الإنجليزية، فسافرت هي وزوجها. استغل زوجها علاقاته الأمنية والعسكرية وعمل بتجارة السلاح. ويروي شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق في مذكراته، شفيق لجأ للعمل بهذه التجارة لأنه كان يفهم فيها. كما كان يمتلك معرفة واسعة بمصادر صناعتها، وفي عام 77 وجد علي شفيق مقتولا بآلة حادة على رصيف شقته في شارع هاري المعروف بشارع الأطباء في وسط لندن، وقيد الحادث ضد مجهول. حاولت مها صبري بعد مقتل زوجها الاستمرار في العمل الفني، لكن لم تستطع تحقيق أي نجاحات تذكر، فقررت الاعتزال عام 84 بعد صراع مع المرض وإصابتها بقرحة المعدة. استمرت قرابة 4 سنوات، عانت في آخرها من الغيبوبة الكبدية، وتوفيت في 16 ديسمبر 1989. أربع زيجات. وبعد رحيل الفنانة المصرية مع صبري عن الحياة، كشفت ابنتها الثانية فاتن عبد الفتاح مفاجأة مدوية عن سر من أسرار والدتها الراحلة. مع صبري قتلها الدجل، هنشوف إزاي. دي بنتها فاتن عبد الفتاح. مها وبعد اعتزالها بسنوات طويلة تقربت إليها إحدى الجارات، وأقنعتها بمرور الأيام بقوة الدجالين وقدراتهم الخارقة. وللأسف باتت الفنانة المصرية تحرص على اقترابها من عالم الدجل، وتدفق هؤلاء الناس بقوة على منزلها، حتى إن أحدهم كان يقيم معها ليقنعها بتناول الزئبق الأحمر للمداواة من أمراضها. وتؤكد فاتن أن تلك المرأة كانت تنقض على الجيران مستخدمة سلاح الخوف من الأذى، وسلبتهم العديد من الأموال. وحينما اكتشفت الابنة سر والدتها، التقت الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نصح مها بعدم تناول الأعشاب التي يقدمها الدجالون لها لأنها تدمر الكبد والأعصاب، ولكن كان ذلك بعد فوات الأوان. الفنانة الفاتنة أصيبت بالفعل بمرض الكبد، وحينما واجهت تلك المرأة هددتها بالإيذاء والقتل، بل وسلبتها أموالها المودعة في أحد المصارف بلندن بعد أن أجبرتها على توقيع شيك بمبلغ 20 مليون جنيه. وقد تقدمت الابنة وفقا لتصريحاتها بأحد الجرائد الفنية ببلاغ للنائب العام حول مقتنيات والدتها الراحلة. حياة مليئة بالمآسي والمعاناة والقصص. كانت جميلة جدا ونهايتها مأساوية جدا للأسف. الله يرحمها، كانت أشهر عبارة قالها يحيى شاهين: بضاعة أتلفها الهوى. تزوجت 4 زيجات، والرابع كان علي شفيق مدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر. وضع عليها الزئبق الأحمر. وعانت 4 سنوات من مرض الكبد. الله يرحمه.